بطبيعة الحال الكتاب الجهوي للشبيبة الاتحادية أصدرت بيان اللي كتعبر فيه على رفضها لكل تلك الممارسات اللي وقعت من أجل التحضير للمؤتمر الوطني 11. هذا المؤتمر اللي في طريقه للتحضير تم قرصنة من خلاله العملية التحضيرية برمتها، وسلب إرادة الاتحاديات والاتحاديين اللي في القواعد من خلال إقصاء مجموعة من الأطر والكفاءات الحزبية، وكالضرب والضرب بالأساس في الهياكل التنظيمية في مجموعة من الأقاليم ومجموعة من الجهات. الشبيبة الاتحادية اللي ناضلت لسنوات في المنطقة اللي كتعرفوها جميعا، ناضلت من أجل التكوين، من أجل التأطير، ومن أجل التأهيل السياسي لأبناء المنطقة. اليوم كنعيشوا بطبيعة الحال خيبات اللي هي كبيرة، خاصة في حزبنا اللي تربينا فيه على القيم وعلى المبادئ وعلى على الوطنية الصادقة، إلا أن في ظل هذه القيادة كانت مجموعة من المتناقضات ما بين الفعل والممارسة وما بين الإقصاء خاصة لهذه الأقاليم. وهذا الشيء كنشوفه بشكل جلي من خلال إقصاء الجهات الجنوبية الثلاث، ف سكرتارية اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر 11، اللي أصلا جميع القرارات اللي منباثقة من المجالس الوطنية الثلاثة الأخيرة اللي هي غير قانونية بالأساس، خاصة التعديلات اللي متنافية مع القانون الأساسي للحزب، خاصة المادة 145 والقانون منظم الأحزاب، خاصة المادة 14 اللي كتأكد على أن أي تغييرات أو الأمور اللي هي مستحدثة في النظام الداخلي ولا الأساسي ولا البرامج ديال الأحزاب لا بد أن يصادق عليها من قبل المؤتمر. وبذلك هذه الطعونات ديال إخواننا وأخواتنا اللي توجهوا المحاكم هي واضحة وضد هذا الإقصاء وهذا التهميش وهذا الانحراف الخطير واللي كيشهدوا حزب القوات الشعبية.